التواصل يستمر والانطلاقات مستمرة، شوط ويتلوه الآخر وينطلق بحفظ الله ورعايته. الشوط 11 شوط مخصص لفئة الحقائق البكار من مسافة 4 كيلومترات، المسافة المقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا بدولة قطر. الصدارة مباشرة والبداية مع اندفاعات خود بشعار السيد غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، يتقدم مع خود على الصدارة وعلى البداية. نقلتنا للمركز الثاني، أشوف وأتابع على ثاني المراكز شعار السندوانة ولا شعار الفهيدة، يتقدم مع اندفاعتي كيف للسيد حمد بن سعيد الحسن الفهيدة، يتقدم مع كيف على صعيد المركز الثاني. شعار الفايز من حل وصيفا في الشوط الذي مضى وانقضى ينطلق مع كيف. أيضا نقلة للمركز الثالث، أشوف الدخول الآن والتسلل من قبل شواهين للسيد عبد الله بن علي بن سالم الفهيدي، وأيضا دخول من أهالي السلطنة ينطلقون مع طواري للسيد حمد بن سعيد الهاشمي، يغير مع طواري إلى المركز الأول أبناء السلطنة مع اندفاعة طواري. نقلة للمركز الثاني، المركز الثاني ذعناها هذه أيضا لعبد بن يحيى، شعار بن يحيى مع اندفاعة شواهين لعبد الله بن علي بن يحيى. والمركز الثالث، المركز الثالث القادمة والواصلة جسارة للسيد محمد بن حمد الغفراني، ينطلق مع جسارة على المركز الثالث. المركز الرابع، شوف الدخول والتسلل من قبل القادمة بلشة محمد بن سعيد بن خديعة، ينطلق مع بلشة على المركز الثالث. أيضا الثالث، المركز الخامس، المركز الخامس القدوم والانقضاض من قبل خود القادمة خود بشعار السيد غانم بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، واصل ويتقدم مع اندفاعة خود. هذه مستمعين الكرام الخمسة المراكز الأولى، الخمسة نجوم التي ذعناها على مسامعكم، لنعود مباشرة ونتحول للصدارة ونتحول لانطلاقة طواري. من تعلن حالة الطواري؟ يعلنون أبناء السلطنة حالة الطواري في هذا الصباح مع انطلاقة طواري المتقدم محمد بن سعيد الهاشمي مع الصدارة ومع البداية. نقلة للمركز الثاني، انتقالتنا للمركز الثاني، شواهين عبد الله بن علي بن يحيى يتقدم مع شواهين على صعيد المركز الثاني. خود الخيارين قادمة ومتقدمة على مستوى المركز الثالث، تنتقل انتقالة جميلة وسلسة للمركز الثاني. هذه خود غانم بن سيف الخيارين، ينطلق مع خود على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الجزيرة، وصلت الجزيرة، انطلقت الجزيرة لحمد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين، يتابعها جابر بن علي بن جرحب، يتابع الجزيرة في هذا الشوط. هذه تنطلق على صعيد المركز الثالث. المركز الرابع دعناها بلشة محمد بن سعيد بن خديعة، والمركز الخامس، المركز الخامس مستمعين الكرام الواصلة والمنطلقة شعار البريدي يصل مع مراسيل حمد بن جار الله البريدي، ولكن العودة للصدارة وللبداية ولطواري. من تعلن حالة الطواري؟ حمد بن سعيد الهاشمي، ينطلق أبناء السلطنة ينطلقون مع طواري في هذا الصباح. خود قادمة، خود المحترف فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، وأيضا شعار جابر بن علي بن جرحب يصل وينطلق مع الجزيرة، سماها الجزيرة تيمنا بالمعجزة النادرة، تنطلق على المركز الثالث. وقادمة أيضا الجزيرة للسيد حمد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين، ينطلق مع الجزيرة على المركز الثالث. المركز الرابع، مراسيل البريدي حمد بن جار الله البريدي واصل وقادم مع مراسيل، والمركز الخامس وصلت وانطلقت واندفعت بها محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيل أهل هاملي أهالي الوكرة، يصلون مع بها على مستوى المركز الخامس. لكن شوف المعمعة،
التي حصلت هناك على الصدارة مع انطلاقة خود ومع انطلاقة مراسيل البريدي ومع اندفاعات الجزيرة للسيد حمد بن مبارك آل بوسعيد الخيارين، شعار جابر بن علي بن جرحب خود الخيارين خود المحترف، وشعار البريدي السلام مراسيل مراسيل عصاته في بطانها، لكن خود بن جرحب خود بن جرحب حمد بن مبارك الشهواني جابر بن علي بن جرحب ينتزع المركز الأول في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى ويرعاه، ينتزع هذه النقطة الذهبية والثمينة. سلام يا بن جرحب، سلام سلام للجزيرة، سلام سلام الجزيرة، سلام. ولكن الفضيلة إلهام لي إلهام لي إلهام لي، يا سلام بمتابعة بن قريع بمتابعة الشرس، ينطلق مع المركز الأول، ينطلق مع اندفاعة بها القادمة مع المركز الأول، الجزيرة الجزيرة الجزيرة، يلا يا أبو علي جابر بن علي بن جرحب، سلام يا الجزيرة سلام. تنتزع المركز الأول في اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس للسيد حمد بن مبارك الشهواني على فوز وانتزاع الجزيرة للمركز الأول في اللحظات الأخيرة، قدمها جابر بن علي بن جرحب، والتهاني موصولة لحمد بن جابر بن جرحب.